ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello everyone, this is حبيبة. Welcome to the channel. أشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Strawberry cheesecake، حياكم الله معاي مرة ثانية. حبيت أني أشكركم على تواجدكم. فاليوم رسمتنا بتكون حق 9S. عذروني على الكليكات، كنت جالسة أتشيك على الفيديو، الصوت ما عجبني. فبتكون رسمتنا حق 9S 2B من جيم نورو أوتوماتا. أتمنى أني أقول الاسم صح. فاليوم أول شيء فالرسمة بديت فيها أول شيء لايف ستريم، بعدين قلت أبا أخلصها. والله حلوة الرسميات، وايد 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 حلوة، وايد كيوت. حبيت أني أخلصها بسرعة لأن الستايل اللي سويته ستايل جديد وغير. ف يعني كل شيء رسمته فليرة واحدة، مش إنه فليرة، يعني سويت الأوتلاين الألوان تحت ولست يعني أدمجهم 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 نفس ما تشوفون يعني. فرقت بين ال شو يسمونه بين 2B و 9S، قلت أباهم شوي متفرقين، ما أريد أخليهم في نفس الليرة، أخاف يختربون لأن أعرف أسوي العيد هذا. بس بصراحة I'm so freaking proud of myself. صفقة ياي. صح، حبيت أشكر كل شخص سوالي فولو. قلت إن كل شخص سوالي فولو لايك على التويتش على اليوتيوب في كل مكان. بصراحة والله أشكركم، من دونكم أنا ما أقدر أسوي شيء. أشكركم، شكرا 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 جزيلا على الإلهام وعلى السبورت وعلى كل شيء. حاولت إني شوي أركز على small details فيها في الرسمة عشان يعني تحسونها شوي غير. فإن شاء الله يعيبكم، وإذا كان في مجال بحاول إني أراويكم هالستايل، يعني ناخذ وقتنا فيه، يعني ياخذ وقت ما شاء الله، ما لنا شغل ساعة ساعتين قعدت فيه. بس صدق صدق وايد 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 كان حلوة، تجربة حلوة، تغيير شغل سريع الحمد لله. وشكلي بعتمد هالستايل يوم أبغى أسوي شيء سريع، شغل سوداني الناس ما يقولون صح، يبالي أعتمده. خلاص أنا بعتمد هالستايل، عجبني أنا. ولا نفس كل أحد يقول شيء، تقول أنت ما من كثر رسمات، أنت ما من كثر ما أدري شو. أقولكم إي أعرف ما من كثر رسمات ما برسم، بس هذا الستايل إن شاء الله إن شاء الله بعتمده، بحاول إني أعتمده يوم أبغى أرسم شيء بسرعة. أهم شيء إني أسوي الأوتلاين الأزرق، أوكي؟ بعدين التلوين يطلع إن شاء الله سهل، إن شاء الله بإذن الله. فشكراً، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني إن شاء الله. فمع السلامة جميعاً، باي باي. أوه سوري سوري إن إنجلش، I forgot to speak in English every time. There is no harm on it. So for today video, I did 9S and 2B. I'm so freaking proud of myself. I try and use the coloring style, and it looks extremely cute. Both of them, they look extremely beautiful. What else? I'm going to say, I need to translate everything I said in Arabic to English. So in this style, I try to make it يعني so simple, so easy, just to draw it in one, to color it in one layer, then merge everything. Similar to the idea of Procreate. So I hope this video will reach to you and you are going to like it. Please do not, if you like my content, please do not forget يعني to share and like. And thank you guys very much for supporting me in Twitch, YouTube, and everywhere. And I hope I'm going to see you in the following video. Thanks again. Have a nice day. Bye bye.